طيب قد يصل إلى هذه النتيجة أستاذ عصام فكرة توفير القدرة الاقتصادية للأندية في ظل التبعات والمسؤوليات الكبيرة، إزاي شايفها من خلال منظور الرعاية نفسه؟ الأهلي بدأها من بدري أستاذ إبراهيم، أستاذ نبيل اللي حط كل العناوين في مكانها، يعني لأنه الأهلي في الآخر هي المؤسسة اللي سابقة دايماً بخطوة. تمام. في إدارياته وفي حتى فنيات كرة القدم تلاقيه بيبحث كيف يطور الفريق، يجيب ستاف كله على بعضه وكذا مواضيع. يعني يمكن الناس اللي يعني قدنا واجهنا شوية فاكرين لما جه مستر كوتي مثلا كان التمرين 3 أيام في الأسبوع، بقى كل يوم وبقى صبح وبعد الظهر. ثم تأتي فكرة التمويل الذاتي لترفع عنكال الدولة في الوقت ده، طبعا حضراتكم فاكرين بس نقول لجمهور الأهلي العظيم، كانت الدولة عندها استعداد انها تمول، يعني وقت ما اتهمت الأهرام انها بتعول الأهلي واشياء من هذا القبيل. يعني بس الأهرام مش الدولة، هو ده نرجع لا اقصد ان الدولة وقتها كان ممكن تكون بتدي الأندية، ده برضو كان عمل خاص بالمناسبة ما اقصدش، لكن الأهلي ما ده اللي انا بقول لحضرتك زكى الأهرام، لان عايز اقول معلومة زكى البيزنس ده، لانه كان في على الجانب الاخر في مؤسسه عملاقه اخرى ما هي وكاله للاعلان، ما هياش الاهرام كده اللي بيحط فيها الاعلام في الجورنال، تحديث هنا واخر هناك في مؤسستين عملاقتين، يعني خلى النادي الاهلي في حته تانية. ويمكن حتى الان ظلال ان كره القدم صناعه ما حدش عايز يدعم ده الحقيقه غير النادي الاهلي، لان هي بطبيعه الحال صناعه، عليك ان انت تقدم منتج علشان ماكيناتك دي تدور، عشان حد يشتري المنتج بتاعك، لان عندك زبون اللي هو الجمهور بيقبل. حتى الجمل لما يتقال ان هناك حزم اقتصاديه قادمه، تلاقي اللي مش عايز يشتغل زي ما حضرتك قلت يقول لك ايه يا عم التنظير ده، حزم ايه؟ لا طبعا الاهلي لديه الكثير والكثير ليقدمه للرعاه، عشان كده ربما يعني ما عنديش الرقم كامل، لكن مثلا حين تم العصف بلوحه جمهور الاهلي بحوالي حاجه و20% راعى عمل اشتراكات جديده عشان يعوض الراعي. فمن يملك هذا التفوق وهذا التقدم في فكره اسمها صناعه كره القدم اللي هي صناعه بهجه لكنها ايضا صناعه اقتصاد وصناعه امن قومي، لازم تقول انه النادي الاهلي فورا.